وحتى نتحدث بالتفصيل أكثر عن موضوع التفاخر والتباهي وتحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رح تكون معنا اللايف كوتش فرح عبد الوهاب. يسعد صباحك فرح، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا بك يا فرح. فرح، يمكن مؤخرا موضوع أنا ما أقدر أسميه تباهي أو تفاخر، لأنه أحس أنه بالعكس، يعني أوكي الإنسان اللي عنده واللي مقتدر ليش ما يحجز مثلا فيرست كلاس أو الدرجة الأولى بالطيران، وليش ما يقعد بأفضل فندق إذا هو كان قادر، وليش ما يشتري أحسن الأشياء إذا هو كان باستطاعته. فليش نشوف دائما مجرد ما الشخص كان يمكن فوق الحد الطبيعي للمجتمع أو يعني فوق الحد العادي لكل الناس تبلش الأصابع تتجه عليه، أنه هذا ممكن ده يتفاخر، هذا عنده إيجو عالي، هذا ماخذ مقلب بنفسه، هذا كل اللي يسوي شيء هو مو حقيقي ولكن يدعي. ليش إحنا كمجتمع أصلاً نظرتنا الأولية تكون بهالاتجاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالخير، الله عليكم بالخير. كلكم طبعاً أكو فرق بين أنه إنسان يتفاخر بالأشياء اللي عنده اللي أنا أعتبرها وأما بنعمة ربك فحدث، حلو، وأكو فرق بين إنسان يكذب ويبين انه هاي اشياء مالته او هاي اشياء مثلا بغض النظر شنو هي ممتلكات او هاي وهي ما تكون له ويبينها للناس، ويعني هذا غش يعتبر. اني بالنسبه للناس اللي تتفاخر بدون شوفه حال، اكو فرق من اني اتفاخر هاي سيارتي واني احسن من الكل واني هاي، ابدا رب العالمين منعنا انه نشوف نفسنا طبعا. بس انه لما اني لنفسي اركب سياره جديده يعني ما شاء الله، او اروح احجز فيرست كلاس، واني مثلا اكون شخصيه عامه الكل يشوفني، اني ما راح اضم انه اني جدا اسوي حتى انه اقول والله اني حتى ما اتفاخر، لا اني دا اشوف حالها، حال الاكل اللي اكله، حال الاشياء الثانيه. فما اتوقع هو اكو شيء بالتفاخر اذا كان بالطريقه الصح. اذا بالعكس مرات لما الناس تشوف انه انت يعني ما شاء الله ناجحه ومثلا وهج عندها هيك او دينه، انه هم يريدون يصيرون مثلك، يريدون يشوفون انت شلون وصلتي، يريدون ينجحون، لانه بالنجاح راح يقدرون، بالسعي والنجاح راح يقدرون يسوون الاشياء اللي انت سويتيها. فبهاي الطريقه تعطين للناس دافع لعد انه احنا يعني شنو الفرق بين الانسان الناجح سوري والانسان الفاشل؟ صح. شنو الفرق بين الانسان اللي عنده فلوس والانسان ما عنده فلوس؟ فاني ضد انه واحد يقول لا لا تتفاخر ولا تسوي كل شيء حتى الناس، لا عادي العد رب العالمين قالها. اما بنعمه ربك فحدث، انه هاي نعم من رب العالمين بتعبي وشقايا وسعي، فيعني ليش لا. صحيح، جميل. طيب فرح، يعني يمكن هي هلا وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتساعد اكثر لحتى الواحد يظهر اللايف ستايل او طبيعه حياته، بس متى احنا بنقدر نميز انه هذا الموضوع طبيعي هو عم بفرجي حياته الطبيعيه، ومتى بيكون بدايه لعقده نفسيه او 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 مرض خلينا نحكي؟ هسا احنا ما لنا حق نحكم على اي احد يتفاخر، لانه احنا ما لنا علاقه، هو نفسه بس هو راح يتاثر. يعني هسا احنا ماكو داعي نميز انه هذا صح لو لا، لانه هاي مو شغلنا، احنا دا نشوف شيء انه نشوفه اذا هو انسان ناجح ما نحكم، دائما نبعد عن الحكم، احنا ما نعرف هو شيء يشتغل، ما نعرف هو شو مخلص، بس هو راح يتاثر اذا هو كان مو حقيقي الشيء اللي عنده، واذا كان انه هو متصنع، مثل ما احنا قلنا هذيك الحلقه مال الفلاتر، اذا هو كان متصنع وهو مو حقيقي وهو عايش بالوهم راح يتاثر، لانه بعدين لما راح يرجع لبيته راح يرجع سيارته الحقيقيه، راح يرجع حياته الطبيعيه، هاي مو هو الحياه اللي مو مالته هاي، يعني بس مجرد اشياء قدام الناس يريد يظهرها، وبالنهايه راح ينكشف. فهنا هي النقطه، هو راح يتاثر، اما احنا شلنا علاقه، راكب بنتلي لو رايح فيرست كلاس هاي، يعني انه ماكو اي تاثير، بدنا نشوفه حاله حال الباقين. نعم. طيب ايش وقت هذا الموضوع ممكن يكون مشكله؟ مشكلة لما انه تشوفين واحد انسان صراحة انا اتوقع هي هاي اللي هنا تصير، انسان فاشل. وشنو يعني فاشل؟ ايضا احنا ما نحكم منه فاشل، بس هو تشوفين انه يسوي اشياء مو زينة ويظهر اشياء مو زينة واشياء يعني تأثر على الشباب وتأثر. وبعدين هو يقول والله هاي انا عندي كذا وعندي كذا، هذول الشباب الصغار خصوصا راح يتأثرون بهذا الشخص، يريدون يصيرون مثله، يقول لك هذا بسهولة حصل هاي الاشياء، وماكو اي واحد أو وحدة بالعالم بدون سعي تقدر تحصل أي شيء، وإذا حصلته تخسره يعني مثل ما حصلته بسهولة تخسره بسهولة، لأنه دائما إحنا رب العالمين قارن يعني شيء ملتصق الرزق ويا السعي،
الاشياء اللي احنا عندنا اياها مو معتمده على الدعاء، الدعاء يسوي بركه بس الرزق دائما ويا السعي، فلما نشوف احد عنده اكيد هذا عنده نوع من انواع السعي القوي اللي بحيث انه هو محصل هاي الاشياء، واذا تقولوا لي والله قسم اهله هم زناقين بعدين في فتره من الزمن يفشل وكل هاي الاشياء تروح من عنده. نعم جميل. يمكن فرح يعني هلا عم بتصير ظاهره كثير كبيره تحديدا لانه كثير في ناس صار في عندهم عم بيكونوا بابليك مثلا على السوشيال ميديا زي الفاشينيستاز والناس المؤثرين بيصوروا الاكل، بيطلعوا بيسافروا على بلدان برا، بيصوروا هاي الامور رحلتهم شو اكلوا كل هاي الشغلات. يعني ممكن شو ابرز الخطوط خطوط الموضه او غيرها ممكن كمان انها تصير ظاهره عند الناس الغير مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الطبيعيين انه يصير انا لازم اسافر، انا لازم اعمل، انا لازم اعمل كل هاي الامور اللي عم بشوفها على السوشيال ميديا لحتى تكون حياتي الطبيعيه. اي هسه يجي الجزء الاخر من هذا الموضوع اللي هو على المشاهد. هسه احنا مثل ما قلنا ما لنا حق انه نقول هذا كذب او هذا لا او هذا، واكو قسم يقولون هاي كلها كذب، هاي كلها انه مستعيريها، هاي لا اكو قسم صدق اكو قسم، بس اكو نسبه كبيره مثلا يعني بالنسبه للدعايات مثلا ينطونا، لانه انا اعرف هاي الشغله انه مثلا ينطونا ذهب مثلا لبسي وسوقي وهو ما يكون الي صح، بس هسه القصه مال المشاهد انه انت اولا مو تقولين والله هاي كلها مستعار وهاي كلها، لا احنا نقول هاي أو هذا الشخص هو حصل هاي الأشياء، إحنا لازم نحط هاي الفكرة ببالنا، حصل هاي الأشياء بسعيه وبتعبه، لأن رب العالمين ما يظلم أحد، ما ينطل أحد ويمنع من أحد بدون سبب. لما الإنسان يسعى لازم نحط هاي القاعدة في حياتنا، نشوف إنسان ناجح، أوكي؟ ناجح بالصح مو ناجح بالغلط، نقول إنه هذا بسعيه، بشغله، بتعبه، فها أوكي، يعني إذا أنا تعبت وسعيت واشتغلت رب العالمين راح ينطيني. نعم طبعا احنا نرجع على التفكير السلبي جدا، ايش راح ينطيني واني راتبي 200 و300 دولار ايش راح؟ لا تعتمدين على الظروف، لا تعتمدين، يعني نبي موسى عليه السلام كان الجيش وراه والبحر قدامه، الظروف مالته صفر زيرو، اعتمد على الله، قال كلا ان معي ربي سيهدين ورب العالمين نجاه. فانت لما تسعين، لما تشوفين واحد ناجح وتشوفين انه عنده اشياء انت تتمنيها واغراض وكذا، تقولين انا راح اسعى وراح انطي حتى بشغلي، حتى اذا راتبي قليل راح انطي 200% من 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 سعيي بهذا الشغل، رب العالمين راح يفتح لي ابواب. من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا، ابواب وسبل وطرق حتى يعلي راتبي وحتى يعلي مكانتي، لازم بهاي الطريقه وهاي القاعده نحطها ببالنا. اما لما نجي اللي هاي اتوقع يعني 80%، شوف شلون وهذا كذابين وهي كذابة، ندخل بنوايا الناس، ندخل نوايا الناس وندخل انه ويمكن تطلع مو كذابة ونتفاجأ شنو يعني هي عندها واني ما عندي. نعم اكو قسم عندهم وانت ما عندك، لانه يعتمد على سعيك، قاعدة بالبيت وتكزكزين حب وبعدين تقولين انه فلان وعلان، ما تعرفين انه هم شنو الشغل اللي عندهم اياه، شلون دي يتعبون، شلون دي يدعون. صحيح. نعم طيب فرح، اليوم هل تشوفين انه هذا الموضوع مثلا خلينا نختص بالذات في اللي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هل كان شيء ايجابي او سلبي للناس اللي تابعت؟ يعني انت ذكرتي انه احنا لما نشوف لازم نقول انه احنا لازم نسعى، لازم نشتغل حتى نصل لهذه المرحله، لكن اكو ناس ممكن تفوت باكتئاب لما تشوف غيرها عايش حياه حلوه وانه هي ما قادره تعيشها او انه غيرها بيحقق احلامها. صح، والحال مو انه يعني اذا الناس هيجي المشكله تفكر وراح يفوتون باكتئاب، معناها تسد بالسوشيال ميديا ولا تشوف شيء، لا تشوف تلفزيونات ولا الناس مثلا المسلسلات، يشوفون الناس انه عندهم سيارات عندهم كذا وتقول هاي وتدخل حتى لو هي تعرف انه هاي مو حقيقه ومسلسل، تدخل انه شلون انه هي هاي سيارتها وزواجها والزوجه تحب وما حب. فالمشكله هي مو بالاشياء الناس اللي ظهروها، الناس حرين يعني لست عليهم بمسيطر، هم يقدرون يظهرون اللي يريدوا، بس احنا المشكله بالمشاهد. احنا لازم نعرف ماكو انسان يحصل على شيء بدون مقابل، مستحيل مستحيل مستحيل. اذا احنا راح ندخل بكآبه نسد كل شيء، لا نتفرج بس ما نمنع الطرف الاخر، نقول له والله انت بدك تسويه غلط، لانه احنا ما نقدر نحكم انه هذا غلط ولا صح، يمكن هو عنده هاي الاشياء واللي دي يسويه غلط يعني دي يتفاخر باشياء هي مو مالته، بالنهايه راح ينكشف، هو راح يتاذى
لأنه هو راح يكون عايش في فقاعة، عايش في شيء مو إله، ويرجع ويتفاجأ بالواقع اللي هو خصوصا بالسوشيال ميديا، يرجع يتفاجأ بواقع أنه لا عنده سيارة ولا عنده بيت، يروح يصور بسيارات أصدقائه وبيوت أصدقائه ويقول هاي إلي، بعدين هو راح يتأثر. أما المشاهد لازم يحط قاعدة، تريد تصير هيجي اسعى وراح توصل. إذا طول حياتك تقول أنا ما أقدر، ما راح تقدر. إذا طول حياتك تقول أنا فقير والله كاتب لي الرزق، الشيطان يعدكم الفقر، يعني أوكي خليك فقير. أي شيء أنت تقوله لنفسك سوف يحدث. لما أنا أشوف إنسانة ناجحة، هسه أنا أشوف إنسانة ناجحة، أوكي أقول الله شلون ناجحة، خلي تشوفون شلون المنتاليتي، إنه أنا أريد أصير مثلها، خلي أدرس مثلا، خلي أخذ دورات، خلي أشوف هي شو مسوية، أروح أصير ناجحة بطريقة الصح. مو والله أقول أنا راح أسد عليها حتى ما أشوفها، لأنه حتى ما أدخل بكآبة. ما تقدرين تسيطرين أنت على الناس، شتعلن وعلى الناس شو تسوي. صح مزبوط. طيب فرح، خلينا نحكي عن المتباهين أو المتفخرين بالطريقة السلبية اللي ذكرنا أنه ما عندهم هاي الأمور ولكن هم بتفخروا فيها. هل هذا التفاخر السلبي هو ضعف شخصية؟ ضعف شخصية وتشبه، ويريدون يحصلون الأشياء بصورة هيك، يعني أنه سهلة، يعني أنه يعيشون واقع مو واقعهم. يعني هو هذا إذا استمر نوع من أنواع المرض، يعني مرض نفسي، أنه هم يتخيلون أشياء مو إلهم. وهذول أكثر ناس يكونون داخلين بالكآبة وداخلين ب... لأنه أنت لما تعيشين واقع مو واقعك، حلو أنه واحد يتخيل أشياء إلا بس مو يقعد يروح يسوقها ويكذب على الناس، هذا كذب. فرح بالنهاية رح تصير صدمة، رح يصير صدمة. مثلا لما أنا كل يوم أصور بسيارة صديقتي، في يوم من الأيام صديقتي تقول لي لا شلون، لا شلون، يعني كأنه هذا الشيء إلي، كأنه أنا مالكته، لا. أقول له شلون، وهاي صار عندي صدمة. يأثر عليهم بشكل، المشاهد ما يأثر بس هم عليهم يأثر، لأنه هذا كذب. نعم. طيب اليوم احنا رسالتنا لهالأشخاص شنو؟ رسالتنا للأشخاص اللي مو هم فعليا دا يروحون باتجاه أما بين علامة ربك فحدث، لا دا يروحون باتجاه أنه أني أريد الناس تشوف شنو عندي، مع العلم هي ما تكون تملك هذا الشيء حقيقي. يعني إحنا نقول عندنا مثل بالعراق يقول القرعة تتباهى بشعر أختها، فيكونون أكو ناس حواليهم ممكن يعني حالتهم أفضل منهم، ولكن هم يدعون أنه هم أصحاب هذه الحالة. اليوم شنو رسالتنا لهم؟ رسالتي لهم أنه أنتوا تعبوا على نفسكم واسعوا وحصلوا هاي الأشياء من صدق لكم حتى تقدرون تعيشوها وتفرحون بيها. يعني لما أنت تحصلين فرست كلاس بطريقة محلوة مثلا، تروحين تقولي ما يخالف تدفع لي، ما يخالف تدفع لي، تتوسل بأهلة تتوسل، هي مرة راح تركبيها يمكن طول حياتك، شنو رأيك؟ أو هاي السيارة اللي تركبيها ساعة ساعتين وترجعيها مرة ثانية، شنو رأيك تحصلين هاي الأشياء وتكون ملكك؟ صح، تعبك بساعات بسعيك تهلكين نفسك حتى توصلين. ناس تقولين شي جابوا، مو أنا أعرف جواباتهم، قل لا مستحيل. إذا مستحيل قعدي وابعدي عن هاي الأشياء. إذا أنت تقولين أنا بسعي ما راح أحصل، لا تمثلين، لأنه هذا التمثيل هو كذب، والكذب نهايته حبلة. إحنا شو نقول؟ حبل الكذب قصير، راح ينقطع وراح تفشلين، راح تصير فشلة بالنهاية. صحيح. فيا أما عندك حلين، يا أما تروحين وتسعين وتعرفين رب العالمين قرن الرزق بالسعي، وكل ما أسعى كل ما رزقي يوصل لي أكثر، أو لا تمثلين. صح مزبوط. يعني أنا هاي كمان رسالة بدي أوجهها لكل اللي بتابعوا السوشيال ميديا والتلفزيون وكل هاي الأمور. في مثل أو هي جملة دائما بنحكيها لازم يلغوها من حياتهم، اللي هي دائما بحكي لك الماء له حظ لا يتعب ولا إشي. هذا الإشي بدنا ننساه من حياتنا، لأنه بتخيل بدمرنا من كل النواحي. هذا الشيء مأساة. تعرفين هذا شنو معناه؟ معناه إنه أنت دا توقفين ضد نفسك. بالضبط. أنت دا تحاربين نفسك. فإذا أنت تحاربين نفسك، لو عندك شهادات العالم كله، لو تختمين القرآن كل يوم، لن يحدث شيء، لأنه أنت ضد نفسك. أنت حتى قدام رب العالمين تقولين أني أنت الكاتب لها، هي خلاص ماكو شيء. رب العالمين صح كاتب أشياء، بس أنا عند حسن ظن عبدي بي أني أكتب مستقبلي بحسن ظني بالله بسعي. غير هذا يعني إذا هذا المثل لازم يتقصقص ويجي يثرم. أكيد فرح، إن شاء الله يا رب تكون الرسالة وصلت اليوم، ونكون إحنا كأشخاص عندنا الوعي الكافي بقوة الكلمة اللي نقولها، لأنه الكلمة مو يعني مو شيء ينقال ويروح ويتلاشى، لا، كل كلمة تترك أثر سواء بينا أو بالناس اللي حولنا. أنا أشكرك على وجودك ويانا لليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. شكرا فرح، أهلا وسهلا فيك. شكرا.